السلام عليكم متتبعين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى والله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ماشي نحوم الحداد، غادي نشاركوا معكم العواشر، عواشركم مبروكة. غنمشي نشاركوا معكم العواشر حوم الحداد. قدم شي تحية. السلام عليكم متتبعين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ اليوم فيديو جديد، كنتمنى يكون عجبكم فيديو ديال الميلاد. وشاركنا معاهم من حولي، ودابا غنشاركوا معاكم عاوتاني داكشي اللي كيتباع لحولي. كيعجبك واش كتغرب له بيدك ياك؟ كنغرب له وكنقيه بيدي. كنقي عاد كنطحنو. أول حاجة هي يديك أنت. وبلا خصني تسوما بلا تعجمع راسي. خاص كنجبر لا عمل لي قرفة. كيمور عاد نقي عمل لي نص كيلو بلدي. عمل لي شي 10 دراهم. واش الراجل باغي يسربي باقي خصك تنقي وباقي خصك. ومالك ما نقيش شي ولا؟ لا نشوف شنو فيه شنو ما فيهش شي. كيف عملتي ديك الطحانتي؟ انت دائما كتجي هاد المحل فوقاش ما كتبغي تسخر؟ هذا العطار بشرى. هذا صغير قاس بشرى. وداك صفار عليها. هذا كاشوف هذا شحال يبزار انا هذا الكولور بحال بحال جيتيني شنو هذيك الكسوه هذيك كاين هذا اللي قام الشوط انا هادي مزيونة تطبخ ما داخل الجو كاين هادي اللي قام بالمحر تعطي راه بالمحر كاين هادي الكبسة هذا الريس كوان شحال شحال عندك قول لي عطيها تعطي درهم تعطي جوج دراهم 5 درهم فوق 5 درهم فوق يلا عمل لي عمل لي 4 كيلو عمل لي 10 دراهم 10 درهم هذا هذا الكيوي عملي عملي شوب عملي شوب ما نقولك شحال تعملي العشب الحوم الحداد مديا القليبات شي لوف شي حاجه سلوات الحالي كلشي 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 اللي احتاجتي اللي احتاجتي شي غزاه صراحه والله العظيم ها انتما قرقع كاجور واش راه خصنا ناخذ اللي خدام هنايا كيفاش كي هاد انا اللي خدام شو تبارك الله شي خلاص انا ديا روما وهذيك راه هي الحلوه ديال الاستقبال شفت من هذيا هو الاستقبال وقعد استقبلني انا ديا شو شو هذا شو هذا هذا النوا نوا افيلي شو ديال لي قلتي لي قلتي اوه هذا معمر اي اي هذا معمر هذا كيف هو سوا معمر
شحال دايره شويه ما داشي كامله ما دا كامله شو شنو هذا قفا ياك ملي كيلو تبارك الله العواشر والسوق عامر سوق الحوم الحدث باقي عيد الذهب اللي كانت الزباد حلبات الساد عمل لي كيلو من هنا خرشي منا عمي ديالي فيهاش المواد الكيماويه صيفا ليها هي الصحيحه ديالها بحال هذا قمط هذا قمط اسكت شويه عمو ديالي الله يعطيك الرضا دقيقه هذا ما بانش الجير الوسخ اللي كيكون على السنان هذا صابون اسنان بالاعشاب الطبيعيه هذا الميكروبات البلج الحريق ديال ضرس الانسان اللي كيتسمى بعض النوار ها الصوره ديالو فين هو وهو مكتوب هنا في الاسفل ديالها والتاريخ ديالها راه مطبوع فيها ما تخاف من والو الاعشاب الطبيعيه
الصلاحيه ديالها ما كتوقفش غير باش كرو واحد مع بعضياتنا وخاطر خاطر التاريخ. علاش الاعشاب الطبيعيه الا خدينا غير الزيت من عند البقال كنلقاو فيها الصلاحيه، ولكن الصلاحيه ديال الزيت ما عندهاش صلاحيه، شحال ما طولت كتزيد في الجوده ديالها. اللي بغى يشلل ما طويش الليل اخوتي ما تخلص والو، خلص غير رحمه الوالدين. شي واحد يقعي شويه يا تاتيرا يا تاتيرا يا تاتيرا. علاش تخرج يا تاتيرا؟ عزت يا تاتيرا، عزت يا تاتيرا، ما زلت يا تاتيرا، ما زلت يا تاتيرا، ما زلت يا تاتيرا.